Mini studio. هلو، أنا بعرف إنه أنتم ناطرين تفتح صندوق بريد ميني ستوديو تتعرفوا إذا رح تطلع صورتكم أو رسمتكم. معي صورة دافيد كاتشيكيون. دافيد كاتشيكيون بحبنا كثير وبيحضرنا كل يوم وبنقول له ميرسي. حلقتنا اليوم بتبلش معك ومع هديتك اللي حنشوفها هلا. مبروك هديتكم من ميني ستوديو، هي تقدمة بيير روجي، ساعة حلوة كتير بتلبسوها ودايما بتفكروا فينا. لا، هيدا الكتاب رح فرجيكم اليوم. اوكي دافيد، انت اكيد بتحب الكتب كمان غير الهدية اللي ربحتها هلا لحرفك على كتاب لاتلاس دي زانيمو. لكل اصحابنا اللي بحبوا الحيوانات والطبيعة، هالكتاب بخلوهم يكتشفوا 400 صورة لحيوانات مختلفة وحلوة كتير. كنتوا بتعرفوا هالنوع من السعدين اسمه لو كابوسان؟ نتعلم عنه اشياء كثيره. لو غوري، لو غريزلي، واو، لو لانكس، لا بالين، اي لو بيتي موتون يعني الخروف، لو زيبغ. صوره الاحصنه حلوه كثير. وهون عالم الاسماك والبحار ببلش، لي روكان او شاركس، لو بواسون كلون مثل نيمو، لا تورتي جيانت، لو كوبرا. ليكو شو حلوين، لو مانشو امبيرور، لو توكان هو طير حلو كتير، لو ميرلو نوار، وغيرهم وغيرهم من الحيوانات والحشرات يلي ملاقيهم بهالكتاب الحلو كتير اسمه لاتلاس دي زانيمو. حلو يبقى عنا ودايما نتفرج على صور الحيوانات ودايما نحترم الحيوانات والطبيعة. رح تشوفوا شو حلوين وشو مهم انه نحترمهم ونحافظ على الطبيعة خاصة بلبنان. طيب وهلأ نحنا حلقتنا رح تبلش وانا عم بسمع عن بعيد حدا عم بغني. عم تسمعوا شي؟ بس مش عم بعرف مين هيدا اللي عم بغني. هيدا فيليب؟ أو فرانسوا؟ لا لا، هيدا إلي. ما بعرف، الصوت كتير بعيد ومش عم بفهم شو عم بيغنوا. ما يكون رادون؟ أو يكون رادون عم بيغني؟ بيعرف يغني كمان رادون؟ تعالوا نشوف سوا بهالحلقة. أحلى عيدية بام بام بام، سمكة ذهبية بام بام بام، أحلى عيدية بام بام بام، سمكة ذهبية بام بام بام. إيه. ألو؟ الو، ايه شوفوني، شو سبب فرحتي؟ ايه مزبوط معك حق، انا كثير مبسوط. بس هلا قطشيني يا شوفوني، كنت عم ركز على الدرس. لا يا درس منون. ليكي شو صار. انا وجاي بالسياره، حاطت اغاني كنت، وطلعت غنيه للاطفال، ومن وراها هيك استوحيت غنيه حلوه، كلماتها كثير حلوين. قلت لا يا رادون، ما بتألفها وبتلحنها وبتغنيها. في أحدى منها رادون عم بيغني بقلب كل سيارة بقلب كل بيت. حلو يا شوفوني، حلو، والولاد أكيد بحبوني. إيه ليه؟ مش فكرة؟ شو؟ لا الفكرة فكرة، بس الصوت من وين بنجيبه؟ هيك بيقولوا، هذا بكون جواب يا شوفوني. قبل ما تقولي لي تكرم عينك يا رادون، أكيد فكرة حلوة كثير اللي عم بيغني، مش أحلى منك. شو بدك يعني؟ بتساعديني؟ يعني انا وعم بغني انت بتغني فوق صوتي، بتزبط، بتشيل لي كل النشاز. طيب ليكي خليني سكر هلا هلا هلا، برجع بحكيك انا. اوكي؟ يلا خلينا بالاجواء. احلى عيدية بام بام بام، سمكة ذهبية بام بام بام، احلى عيدية بام بام بام، سمكة ذهبية بام بام بام، فيها من كل الالوان، ياي ياي ياي، شو حلوه هالهديه.
احلى عينيه طم 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 سمكي ذهبيه طم 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 احلى عينيه طم سمكي ذهبيه طم 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 كبيري صغيري ما بتنام ردد وراي هالغنيه احلى عينيه طم 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 سمكي ذهبيه طم 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 احلى عينيه طم 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 سمكي ذهبيه كبيري صغيري ما بتنام ردد وراي هالغنية لا بدها شوفوني شري شوفوني شري شوفوني شري بسرعة بسرعة على استوديو لنسجل هالغنية أحلى عدية طم 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 طماكي ذهبية أحلى عدية دومي وين كنت؟ تعبت كنت عم بعمل بسكليت حتى الشابو لأن الشمس كانت كتير قوية وما كان بده أسخن ايه مزبوط كنت عم بسمع رادو عم بغني شي سمكة ذهبية أحلى عادية ما فهمت شي أحلى عادية سمكة ذهبية شو سمكة ذهبية أحلى عادية ما عم بفهم شي أكيد هيدي غنية جديدة رادو سمعها بس في قصة عليها بدك تسمعيها ايه خبريني إياها أوكي في ولد هو صغير كان عيد ميلاده فقرر بيو يجيب له كادو جاب له كادو شو هو هيدا الكادو جاب له السمكة الذهبية وحب السب كتير وصار يطعميها ويغنجها مزبوط كان كل يوم يقوم الصبح يحط الأكل يلعب معها ويهتم فيها وقام هنيك نهار هو عم بيهتم فيها شاف ليرة ذهبية بالبوكال تبع السمكة السمكة عطيته ليرة ذهبية مزبوط لأنه بتحبه لأنه بتحبه كان كتير عم بيهتم فيها فصار كل يوم كل يوم كل يوم تنزل له واحدة قام هنيك نهار صار عنده كتير صار عنده كمشة 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 من الليرات فراح اشترى فيهم بسكليت وصار يحب البسكليت أكتر من السمكة مزبوط والسمكة زعلت كتير فبعد جمعة تعب وزهق من البسكليت راح لعند السمكة ولقاها كتير زعلانة يي حرام مزبوط فقرر إنه يرجع يهتم فيها ويغنجها ويطعميها وما ينسيها أبدا إيه هيك لازم طيب بدك نرجع نروح نعمل فلو؟ أوكي بس قبل خلينا نروح ننقي صورة أوكي مارك سكندر نحن كتير منحبك كثير مهضوم الفيس يلي عمله هديتكم من ميني ستوديو هي ماج أو بازل برينسس كولكشن ممضية من البرينسس نفسها Find out.
pineapple, shake the tree. I got to do, do, push pineapple, rock of me. To the left, to the right, up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. هاي اليوم عندي وعي في بقلبه مي مسقعه وتانك في بقلبه مي كتير سخنه يعني غاليه والتانك كتير سخنه من ورا المي اللي بقلبه رح نشوف شو بيصير وقت احط التانك بقلب الوعي بدنا ننطر كم ثانيه فوالا تعجت جعلكت التانك وهيدا كله من ورا الضغط يلي بيصير بين المي السخنه والمي المسقعه انا وقت اكبر بدي اصير معلمه وبعد الظهر بدي اغني بميني ستوديو لكل طموحاتهم نحن حاضرين ليه يا عياش عمرها 11 سنه بتحب كثير ترقص هيب هوب ما بتحب ابدا تحكي عربي تونيا كيوان عمرها 11 سنه بتحب كتير تعمل رولرز ما بتحب ابدا تسمع استظهار ليا وتونيا اللي تعرفنا عليهم هلا كلنا سوا محمسين وناطرين يبلشوا يلعبوا ليجربوا يربحوا اليوث باكج ورح نبلش نلعب مع ليا خمسة آلاف هيدي 50 فيك تكبسي عليها بترجع لمحلها كمان بعد مرة 120,000 70 220,000 15 5 10 80 خلص الوقت ليا بدقيقة انت جمعت 2185 نقطة اقولكم تونيا رح تقدر تجمع اكتر رح نشوف كلنا سوا يلا play again الف مئة ألف مئة وخمسة وخمسين ألف مظبوط فيك كنت تزيد عليهم يلا ما عليك أوكي بعد ناقصك عشر وخمسة يلا خلص ما عليك واحدة تانية عشرين ألف خمسة وثمانين خمسين ستين سبعين ثمانين وخمسة وثمانين ستين ألف وتونيا بدقيقة قدرت تجمع 2610 نقط يعني تونيا انت اللي ربحتي مبروك بس كمان ليا ما رح تفلي خسرانة ورح تربح هدية صغيرة من بنك ليبانو فرانسيز هلأ كلنا سوا رح نشوف شو ربحت تونيا هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار مبروك وتأكبر بدي يصير حكيم بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم لكل طموحاتهم نحن حاضرين رادون بيعرف هو يألف أغاني وصوته كتير حلو وعم بيعمل ديو مع شوفوني شيري أوكو رح تنجح هالخبرية ورح يقدروا يعملوا غنية حلوة كتير أنا ما كنت عارف إنه رادون بيعرف يغني ويلحن شو عنده مواهب رادون أنتو كمان إذا عندكم مواهب بتحبوا ترقصوا وتغنوا وتشتركوا بميني ستوديو بعتوا لنا اسمكم رقم تليفونكم وعنوانكم وعمركم كل هالشي على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو طبعا لازم تحطونا بالأول لايك وهيك نحن بندعيكم تجوا لعنا وكمان احفظوا رقمنا 03 85
86 87. قبل ما نودعكم هلا رح نروح على ارشيف الام تي في ونغني سوا غنيه بي ليتس ريمبر. باي. Mini studio.